بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدي سمو الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح ولي العهد يحفظكم الله، معالي الأخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة، أخواتي وإخواني أعضاء المجلس الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتثلنا جميعاً لإرادة الله وقضائه في والدنا العزيز وقائدنا الحكيم حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. نسأله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه جنات النعيم، وستبقى ذاكرة سموه شاخصة في وجدان أهل الكويت وذاكرة الإنسانية وسجل العظماء والخالدين. وعزاؤنا الكبير في أن يتولى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دفة القيادة خلفاً له وهو عضيده ورفيق دربه في مسيرة الخير المباركة. نأتي اليوم لمبايعة سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وهو من حظي بثقة صاحب السمو الغالية والمستحقة، فسموه أحد رموز وأعمدة النهج الراسخ الذي يحرص أهل الكويت على الالتزام به وتكريسه. رجل عرفه الجميع مخلصاً محباً لوطنه، صادقاً مع الجميع، ملتزماً بالمبادئ السامية وكرم الأخلاق، حريصاً على سيادة القانون، وله خبرة واسعة عبر المواقع المختلفة التي تقلدها سموه. لقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه التزامه بالدستور والقانون وحرصه على تطبيقه على الجميع، وأن لا أحد فوق القانون. وتأتي تزكية سموه حفظه الله ورعاه لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد ترجمة عملية وتجسيداً حياً لمقولة سموه وإيمانه الصادق بأهمية احترام القانون، وذلك نظراً لما يعلمه الجميع في سمو الشيخ مشعل من الحزم والجدية والالتزام الصارم بالقانون. لنا أن نفتخر كدولة الكويت بإنجاز عملية الانتقال الهادئ والسلس للسلطة وفق أحكام الدستور وإجراءاته خلال أيام معدودة، بما يمثله ذلك من شاهد حضاري للممارسة الديمقراطية الواعية المسؤولة والالتزام الدقيق بأحكام الدستور والقانون، وهو ما يعكس إيماناً راسخاً بالنهج الديمقراطي الذي جبل عليه أهل الكويت شعباً وقيادة. إننا أمام مرحلة حافلة بالتحديات والاستحقاقات لا تسمح بالفرقة أو الانقسام، وهي مسؤولية مشتركة جسيمة وأمانة كبرى في أعناقنا أن نتمسك بوحدتنا الوطنية ونجسد التلاحم والتكاتف وتسكير كل الجهود والطاقات وتركيز الاهتمام على مواجهة معركة الإصلاح والبناء والتنمية وصيانة أمن بلدنا واستقراره. وقد شهدنا بكل اعتزاز وارتياح المشاعر التلقائية الفياضة التي جسدت صور التلاحم والتعاضد والروابط المميزة بين الشعب الكويتي وقيادته، وقد تكرست وتعززت عبر الأجيال المتعاقبة لتصبح السمة الخصوصية الأغلى التي يعتز بها أهل الكويت جميعاً ويفتخرون. سيدي سمو ولي العهد، معالي الأخ الرئيس، إننا اليوم إذ نبايع سمو ولي العهد فإننا نشكر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه على حسن اختياره، ونبارك للكويت ونهنئ أنفسنا قبل أن نهنئ سمو ولي العهد بثقة سموه الغالية
وثقة شعب الكويت عبر ممثليه في مجلس الأمة، ونبتهل إلى المولى القدير أن يعينه ويسدد خطاه وأن يكون خير سند لعضده حضرة صاحب السمو والأمير حفظه الله ورعاه لكل ما فيه خير كويتنا الغالية ورفعتها وتعزيز أمنها واستقرارها وازدهارها، متطلعين بعين التفاؤل أن يكون عهد يمن وبركة ورخاء تتحقق فيه كل أمال وتطلعات المواطنين في الحاضر والمستقبل، معاهدين سموه حفظه الله بأن نبذل أقصى الجهود من أجل الكويت وأهلها الأوفياء تحت راية حضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهما، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.